والسلام على نبي الهدى سيدنا ومولانا محمد رسول الله. وبعد سعادة عامل صاحب الجلالة على أمين الدولة سيدي رئيس المجلس البلدي، حضرة السادة ممثلي السلطات المحلية، حضرة الأساتذة الأجلاء سيدتي وسادتي، في مثل هذا الشهر المبارك شهر رمضان الأبرك من السنة الماضية أحيت الجمعية حفلا فنيا صاهرا كما نستخلصها جميعا من ذكرياتنا. ونحن اليوم نجدد اللقاء ثانية لهذا المنزل العامر، منزل الذي نستشف ونستنشق به عبير الشهامة والفخر والإعتزاز. هذا المنزل الذي كان منطلقا لفكرة تأسيس المعهد الموسيقي بمدينة تطوان عام 1944، وبذلك كان النواة الأساسية لنشر الفن والأصالة. وحتى لا نطيل على مسامعكم ونبعدكم عن جو النغم والطرب، نتقدم بأسمى عبارات التقدير والتنويه إلى سعادة عامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان، على دعمه المتواصل وتزكيته الدؤوبة لهذه الجمعية، الجمعية الطاونية لعشاق الموسيقى الأندلسية. كما لا ننسى أن نتوجه بأحر تشكراتنا إلى الأستاذ الأمجد الرئيس الشرفي لجمعيتنا محمد عبد الخالق الطريس. لنا من مساعدات مادية ومعنوية غير مشروعة، الهدف منها الارتقاء بهذه الجمعية إلى ما تصبو إليه من آراء. كما نتقدم بالشكر أيضا إلى الفاضل المحترم الوجيه السيد محمد الحلول على ما أسداه لهذه الجمعية من دعم. وكذلك لا يفوتنا في معرض هذا الكلام أن نتوجه بالشكر إلى كل من جمعية هواة الموسيقى العربية بطنجة الممثلة في شخص رئيسها الشريف الأمجد مولاي إدريس الوزاني، وجمعية أصدقاء إخوان وجماعة الصفار على دفنهم الغير المشهور. كما لا يفوتنا أن ننوه بالمجهودات الجبارة والمتطلعة إلى غد أفضل، تلك التي يقوم بها رئيس الجمعية الطونية لعشاق الموسيقى الأندلسية الأستاذ القدير عبد الصادق قشقارة، الذي يستحق منا أعضاء ومنخرطين كل التنويه والتقدير. هذا ونود أن نشكر ونتوجه بالشكر كذلك إلى السادة الهواة المشاركين، منهم من تجشم على السفر من طنجة والدار البيضاء والأرائش لمشاركتنا في هذا الحفل السفر. نود أن نطلق الصراحة لمسامعكم وأن نشكر الأستاذ المقتدر الشريف سيدي الحسني الوزاني على باقته الشعرية التي سيهديها لهذه الجمعية بعد قليل. فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.